نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بما بقي من الصلاه، واخذنا صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، ثم كذلك صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الاغتسال. فمن يذكر لي شروط الوضوء؟ أخبرنا شروط الوضوء، ذكرنا في الدرس الماضي شروط الوضوء. بسم الله. الإسلام، الإسلام، العقل، والعقل، التمييز، والتمييز، النية، والنية، انقطاع واستصحاب، استصحاب النية، النية لأن تتم الطهارة، انقطاع موجب الوضوء، انقطاع موجب الوضوء، الاستنجاء، الاستنجاء والاستجمار قبله. إذا كان قلنا لهذا الخارج لابد له من استنجاء واستجمار، طهورية الماء، طهورية الماء وإباحته، دخول الوقت لمن دخول الوقت لمن حدث دائم، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر، فتح الله عليك. فروض الوضوء، سبحان الله، ما بقي ما يتوضأ. نعم يا أخي، أي نعم أنت. قلنا أربعة مذكورة في الآية، تضيف عليها ماذا؟ تضيف عليها الترتيب، ترتيب والموالاة. الترتيب أن يرتب على ما رتب الله، والموالاة بأن لا يؤخر غسل العضو ويكون الذي قبله قد جب. قلنا يعني هذه الأربع، الوجه مع المضمضة والاستنشاق، اليدين مع المرفقين، والرأس مع الأذنين، والرجلين مع الكعبين. طيب، صفة الوضوء، صفة الوضوء أخواني، صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا نعم. غسل اليدين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا، ما خاصة بعد أن يكون واجب. في البداية تسمية، أن ينوي بقلبه ثم يسمي، ثم يغسل الكفين وجوبا في نوم الليل واستحبابا في غيره. ثلاثا، هذا في نوم الليل، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا في عندما يستيقظ لصلاة الفجر، ويأخذ بغرفة واحدة. مضمض ويستنشق، نعم، ثم استنثار باليد اليسرى. طيب، ثم غسل الوجه ثلاثا، الوجه منبة الشعر معتاد الأسفل الذقن وشحمة الأذن وشحمة الأذن. وقلنا تخليل اللحية سنة في من كانت لحيته كثيفة لا يرى الخد، وإذا كان يرى الخد أسفل من اللحية فالتخليل هنا سنة. لا، واجب إذا كان يرى البشر، إذا يرى واجب، واجب للناس أصح. أصبح المواجهة تحصل باللحية وما أسفل من اللحية. نعم، غسل الكفين مع المرفقين، غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين دون أن يشرح في العضد، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم يعود مرة أخرى، ويدخل سباحتين في صماخ الأذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهما، ثم الرجل اليمنى مع الكعبين دون أن يشرح في الساق مع تخليل الأصابع خنصره، ثم اليسرى، وبعد هذا يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صفة التيمم، صفة التيمم، نعم، ينوي، أن ينوي بقلبه، نعم، يسمي، ثم يسمي، يضرب الأرض بيده ضربة واحدة على الأرض، سواء كانت من تراب أو من رمل أو من طين أو من حصى أو من صخر. هل يضرب على المكيف؟ لا. جاوبني أنت. لا. لا. على الملابس؟ لا. على الجلد؟ لا. على الثلج؟ لا. لا، أنا نعم. طيب، ينفخ الغبار، ينفخ، ثم ينفخ أو يضرب إحدى كفيه بالأخرى، ثم يمسح
يمسح وجهه الوجه دون التخليل خفيفة أو كثيفة، ثم ظاهر كف اليمنى دون تخليل أصابع، ظاهر اليمنى ثم ظاهر كف اليسرى فقط. نعم، فتح الله عليك. صفة الاغتسال، قلنا نوع الاغتسال ينقسم الاغتسال إلى قسمين، مجزئ ومعمم وإيش؟ محفر ومعمم. أكمل اغتسال هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسال كامل واغتسال مجزئ. نعم، اجلس فتح الله عليك. نعم، الاغتسال المجزئ. الاغتسال المجزئ هو تعميم سائر البدن بالماء طبعا النية والبسملة، أن ينوي ويسمي ويعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة الكثيفة مع المضمضة والاستنشاق. اغتسال مستحب. الاغتسال المستحب يغسل الفرجين واليدين، ثم يغسل الكفين، ثم الرأس، يبسمل ينوي يبسمل، ثم يتوضأ كامل حتى يبقى غسل الرجلين. آخر شيء يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل الرجلين. لا تكلم. إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن إزالة النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة، مثل ما أخذنا في العودة. نجاسة مغلظة مخففة متوسطة، ثلاثة أقسام. لماذا يرتب العلماء يقول مغلظة مخففة متوسطة؟ لأن إذا عرفنا المغلظة والمخففة، ما عدا المغلظة المخففة نجاسة متوسطة، ما عدا المغلظة المخففة في العورة عورة متوسطة. مفهوم؟ أخرجنا القليل بقي كثير. مفهوم؟ هذا ترتيب علماء. لأنه قد يأتينا بعض الطلاب بدنا قال لماذا قلت مغلظة ومخففة متوسطة، لم تقل مغلظة متوسطة مخففة؟ خطأ، ما لم يرتب العلماء على هذا. مفهوم؟ طيب، النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، لابد أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. مفهوم؟ نعم، هذا نجاسة من؟ نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا القسم الأول، النجاسة المغلظة. النجاسة المخففة يجزئ فيها النضح. النضح هو رش الماء فقط، يرش الماء فقط دون العصر. الرش مع العصر يسمى غسل. إذن عندنا إما نضح وهو رش بلا عصر، أو غسل وهو رش مع عصر. النجاسة المخففة يجزئ فيها النضح رش الماء فقط، والنجاسة المتوسطة لابد فيها من الغسل، يرش الماء ويعصر. مفهوم؟ طيب، المغلظة سبع مرات ولهن بالتراب نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء. النجاسة المخففة يجزئ فيها النضح رش ماء فقط دون العصر. ما هي النجاسة المخففة؟ النجاسة المخففة المذي والمني مع أنه طاهر، وبول الغلام أي الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب طعام هذا حليب الأم. هذه ثلاثة أشياء الآن عندنا. الأول المذي، المذي سائل ليس له لون كالماء لكن لزج يخرج عند التفكير، نجس نجس، ناقض الوضوء ناقض الوضوء، تقدم معنا خارج من السبيل المطلقة. كيف يزال إذا سقط على الثوب؟ نضح فقط. ولكن إذا خرج تغسل الذكر والخصيتين، لماذا؟ حتى ينقطع هذا الخارج. طيب، الثالث الثاني
بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب طعام هذا قلت هذا حليب الأم. كيف تغسل نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام؟ تغسل؟ لا، تنضح رش ماء فقط. الثالث المني، المني طاهر، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقع المني على ثوبه وإذا كان رطب نضحه بالماء، يعني رش، وإذا كان جاف يحته مفهوم أو يحكم. طيب، مع أنه طاهر، يعني نعم أصل خلقة الإنسان، قال تعبت، تناقش رجل مع آخر فقال تعبت أريد أن أجعل أصل هذا طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله من نجاسة. على اعتبار عرفنا المغلظة وعرفنا ما عداهما متوسط، من يعيد لي هذا اللي ذكر في أقسام النجاسة؟ نعم، بسم الله. نعم، المغلظة أول كم النجاسات قلنا؟ ثلاثة. لماذا قلت مغلظة مخففة متوسطة لم تقل سامحك الله مغلظة متوسطة مخففة؟ نذكر القليل حتى يخرج الكثير. هكذا رتب العلماء، قلنا لابد نسير طلاب. نعم، المغلظة نجاسة الكلمة إذا ولغ في الإناء. نعم، نغفره سبعا أولاهن بالتراب. طيب، نجاسة الخنزير هي الكلمة، ماذا ذكر؟ أنا أسأل سؤال محدد يا أخوانا، لا تحيد عن الإجابة. نجاسة الخنزير مغلظة مخففة متوسطة ليس ب... لا نجاسة. جرب الآن، قلنا لك متوسطة. قال فتح الله عليك لما أذكرها، قلنا الكلب فقط. الثاني. نعم، ذكرنا أن النجاسات تقسم إلى ثلاث. الثاني، نريد القسم الثاني الآن. مشان نرتبها. المخففة. المخففة ما وقع ما يجزئ فيها النضح. النضح وهو رش الماء فقط بلا عصر. طيب، وما هي المخففة؟ المخففة إما من المذي. المذي وهو سائل ليس له لون كالماء لكن لزج. لا. يخرج عند التفكير نجس ناقض للوضوء، يجب غسل الذكر والخصيتين. وإذا نزل على الثوب يجزئ فيه النضح رش ماء بلا عصر. الثاني. الثاني المني مع أنه طاهر. المني مع أنه طاهر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع المني على ثوبه نضحه بالماء إذا كان رطب، وإذا كان قد جفت أحبته، ولو صلى فيه الصلاة صحيح لأنه طاهر. الثالث بول الطفل الذي الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإذا بال على الثوب ينضح بالماء. فتح الله عليك. من يدخل القسم الثالث؟ القسم الثالث. نعم، متوسطة. متوسطة لابد فيها من إذا لم تكن لابد فيها من من الغسل. أحد يتكلم لو سمعت. نعم، والغسل هو تعميم الماء، رش الماء مع العصر مفهوم؟ في ماء في الثياب. أمثلة مثل شيخنا، مثل ما قلت إنه الخنزير ده خنزير. بول الجاري. بول الولد. بول الجاري متوسطة. بول الولد الذي يأكل الطعام متوسطة أيضا. طيب، يشرب حليب بقر متوسطة أيضا. متوسطة. طيب، بول الطير طائر، بول متوسطة مغلظة مخففة متوسطة. خطأ، لا أحد يتكلم. أجلس. نعم، لا تفصيل يا شيخ. ما هو التفصيل؟ إذا كان يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه. إذا كان يؤكل لحمه مثل الحمام، غير حمام الدجاج. نعم. هذا طاهر. تصلي فيه؟ طاهر. تصلي فيه؟
نعم الصلاة صحيح طاهر نعم طيب نعم. وبول ما لا يثقب كالرحمة بول عرف هذا نجس نعم مثل قلنا الغراب غراب مثل النسر وغيرها من السحور طيب بول البقر بول البقر طاهر طاهر بول الإبل طاهر كذلك غوث الإبل نعم طاهر كذلك أجل شكرا الله عليك الآن وهو يمشي في الطريق أو دخل أكرمكم الله للحمام وقع على ثوب نقطة من البول رآها أمامه نقطة من البول ماذا يصنع؟ يرجع إلى بيته ويغسل الثوب كذا؟ لا يأخذ الثوب هكذا ويرش على الماء ويعصر ثم يخرج يصلي ولا يضر لو بقي اللون أو الريح مفهوم؟ مفهوم؟ إن شاء الله طيب الآداب والأخلاق قبل هذا الصلاة على الميت يكبر التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة طبعا يستعيد بسم الله يقرأ الفاتحة واستحب له قراءة سورة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعي جامع مانع ثم يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمة أو تسليمتين أربع تكبيرات عندنا كل تكبيرة من هذه التكبيرات تقوم مقام ركعة يعني ركن لو ترك تكبيرة صار باطل يستحب له أن يزيد على أربع تكبيرات لكن هذا من باب الاستحباب خمس تكبيرات سبع تكبيرات تسع تكبيرات مفهوم مرة أخرى كبر التكبيرة الأولى يقرأ بعد الفاتحة بعد الاستعين وبسم الله يستحب له قراءة سورة ثم يكبر الثانية وصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت والأولى أن يدعو بما ورد ثم يكبر الرابعة ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة أو تسليمتين ويستحب له أن يزيد ويجعلها خمس تكبيرات في التكبير الخامسة سنة أو سبع تكبيرات أو تسع تكبيرات هذه هي صلاة الجنازة أما ما يتعلق بتكفين الميت هذا يحتاج إلى درس عملي نعم وهذا ليس وقته والله أعلم طيب الآداب والأخلاق نعم الصدق الصدق يقول يصدق مع من يصدق أولا مع الله أخذنا في شروط لا إله إلا الله أن يكون صادق صادق مع الله في أقواله وأعماله واعتقاده صادق ثم يصدق مع عباد الله والذي جاء بالصدق وصدق به وما زال الرجل يصدق ويتحرى يعني يلتمس في كل أمور الصدق حتى يكتب عند الله صديقه طالب العلم لابد يكون صادق تسأل فهمت يقول نعم هو لم يفهم كذاب يقول لم أفهم إيش أشكال لا أشكال نعم البدء بالتحية عند مناقات السلام نعم البدء بالسلام عند مناقات البدء بالسلام إفشاء السلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم بعض الطلاب يشكو يقول والله في بيننا شيء وكذا وكذا طب لعلك لك ما تلقيت السلام فإلقاء السلام الله يفتح عليك نعم ورد السلام كان أخواني نعم كم يأخذ من الحسنات السلام عليكم كلما زاد ولا أكمل أخذ 30 حسن فتح الله عليك نعم ستر نعم ستر ستر ماذا ستر المسلم ستر على المسلم يستر على أخيه المسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة يعني ما يفرح رأى من أخيه شيء يفرح أمام الملأ
قل فلان والله رأيته أمس صنع كذا وكذا، طالب معنا في الدواء. من ستر النصيحة أمر، النصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذ لم تعط طاعة. ما يمكن أن تأتي إلى الملأ وتقول يا فلان لماذا تصنع كذا؟ ما يصح. تأتي وتناصح بينك وبينه، صحيح؟ أي نعم. وهناك في فرق بين النصيحة والفضيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى أشياء من بعض الناس كان يقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مفهوم؟ نعم. فتح الله عليك يا شيخ. نعم شيخنا. الصبر، الصبر على ما؟ الصبر على العلم، على العلم وعلى العمل، وعلى العمل وعلى الدعوة، وعلى الدعوة وعلى على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله. يصبر. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آيات كثيرة في الصبر. وبشر الصابرين وما لقى الذين صبروا وما لقى لذو حظ عظيم. نعم. الله يفتح عليك. ما حكم الأكل باليمين؟ واجب. طب ما حكم الأكل بالشمال؟ حرام. خطأ. 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 نعم كبيرة. فتح الله عليك. نعم كبيرة من كبائر الذنوب الأكل بالشمال. الأكل بالشمال انتعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا استطيع. قال ما استطعت فما رفع إلا فيه. يعني شلت. نسأل الله السلام عنه. هذا ما يكون إلا على محرم، يكون على كبيرة. نعم كبيرة لكن بشماله. طيب الأخذ والإعطاء باليمين، حكم الأخذ والإعطاء باليمين يعني سنة. فتح الله عليك. والأخذ بالشمال مكروه. أخذ وإعطاء بالشمال مكروه. فتح الله عليك. طيب الشرب مثل الأكل. نعم شرب اليمين واجب، والشرب اليسار. شرب اليسار حرام كبيرة. نعم فتح الله عليك. فنجز. نعم البشاشة. فتح الله عليك. نعم اجلس. صحيح. يعني بعض الناس نسأل الله السلام عليه عبوس، وهذا صدقة. نعم تبسمك في وجه أخيك صدقة تتصدق بها. جزاك الله خير. نعم يأكل مما يلي يا غلام سم الله. إذا التسمية عند البدء في الطعام، وإذا نسي يقول بسم الله ولو آخره. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا إذا كان الطعام نوع واحد، إذا كان الطعام نوع واحد يعني هذا الصحن تبي آخر فيه مثلا فتأكل مما يليك. لكن الطعام أنواع، هنا رز وهنا لحم وهنا دجاج وهنا خضار وهنا كذا. تأكل مما يليك، مما يليك رز. الثاني هذا يعتبر مما يليك فيصح أن تأخذ منها لا أشكال، لكن إذا كان نوع واحد تأكل مما يليك فقط. فتح الله عليك. نعم التسمية عند الابتداء وحمد الله سبحانه وتعالى عند الانتهاء. الله يفتح عليك. نعم الحياء. الحياء
إذا لم تستحي قال فاصنع ما شئت، والحياة لا يأتي إلا بخير. أحيانا تسمع بعض الشباب هدانا الله يا يقول ها لماذا ما تجيب في الدرس يا أخي؟ لا تستحي، يصح هذا الكلام؟ لا، سبحان الله، يقول لا تستحي، يصح هذا الحياة؟ ما يصح، مكروه، لا ما يصح، يقول لا تستحي، أعوذ بالله، ما يصح الحياة لا يأتي إلا بخير. ماذا يقول لهم؟ لا تخشى، الحياة لا يأتي إلا بخير، فتح الله عليك. نعم، عند المدرس. نعم، نعم، الله يفتح عليك. يقول التأدب بآداب طالب العلم في حلق العلم، منها النوم والاتكاء ومد الرجلين واللعب في الجوال، هذا يأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد، يأتي بإذن الله. نعم، التواضع. التواضع، من تواضع لله رحمه، وضد التواضع التكبر والترفع على الناس. طيب الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، هذا ليس من التكبر. قال الكبر ها ما هو؟ الكبر وطر الحق وغمط الناس. نعم، يرد الحق ويظلم الناس، الله يفتح عليك. الكرم، كرم، وضد الكرم البخل، البخل. طيب فتح الله عليك. إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدق. طيب هذا الذي في السيارة أحيانا يفتح الزجاج ويرمي قارورة البيبسي أو العصير أو قشرة الموز أو كذا، هذا مخالف ولا موافق؟ مخالف. مخالف، إماطة الأذى عن الطريق صدق. نعم، حتى في بلاد الكفار، حتى في بلاد. نعم، طيب الحمد بعد العطاس، الله يفتح عليك، يحمد الله بعد العطاس، ماذا يقول؟ الحمد لله. الحمد لله، بماذا يجيب؟ يرحمك الله. يرحمه، وبماذا ترد؟ يهديكم الله ويصلح. الله يفتح عليك، الله يهدينا وإياك. طيب هذا عطس ولم يقل الحمد لله، ما تقول له؟ صحيح؟ يقول الحمد لله. لا، لكن لا، إذا كان يعرف ما تقول له، إذا كان لا يعرف يعني حديث عهد الإسلام وكذا تعلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند العطاس أن نحمد الله، مفهوم؟ أجلس فتح الله عليك، أنت برأس المسلم. المروءة، المروءة، كيف المروءة؟ يعني في أشياء أخوان لا تليق أن المسلم يصنع، نعم، بل أن سيأتي معنا في عقيدة الوسطية كذلك ذكرها الشيخ شيخ الإسلام يعني نقلا عن بعض العلماء، أمور أصبحت شعار لها السنة. نعم، ومنها هذه ما ذكرت يعني المروءة، وأشياء تسمى خوارق المروءة، مفهوم؟ مثل يعني مثال الآن طالب من طلابنا الآن يجلس في المقهى، تعرف المقهى؟ يشرب فيه الناس الدخان وكذا، يقول أنا ما أشرب لكن أجلس، نقول لا ما ينصح، مفهوم؟ نعم، وين وصلنا؟ نعم، التخلق بأخلاق القرآن. نعم، يعني من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة وباطن، ولابد أن يظهر هذا الخلق على يعني خاصة طالب العلم وقارئ القرآن، كان خلق القرآن عليه الصلاة والسلام، يعني أوجزت عائشة رضي الله عنها قالت كان خلق القرآن. نعم، إذن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالقرآن. نعم، العفة. نعم، العفة، العفة عن كل محرم والنزاهة. نعم، يبتعد عن كل محرم، فتح الله عليك.
الأمان. الأمان وضد الأمان خيانة. طيب الوفاء. وفاء بالعهود وضد نقض العهود. طيب هذا شيء معنا في كتاب التوحيد غيره. نعم. عن صحابة أصحاب السوء. الأصدقاء ثلاثة. أصدقاء ثلاثة. صديق فضيلة وصديق شهوة وصديق منفع. الأول صديق فضيلة، فهذا أنذر من كبريت الأحمر إذا وجدت تلزم. الثاني شهوة، يريد فقط منك يعني ما يشتهي أنك تمزح وتضحك وكذا. نعم. والثالث منفع، انتفع منك بمال وكذا، متى أفلست وليس معك شيء ترك. وقد قيل أن هناك أناس مصاحبتهم سم قاتل، مصاحبتهم سم قاتل، وأناس مصاحبتهم داء، وأناس مصاحبتهم لا داء ولا دواء، وأناس مصاحبتهم دواء. كم؟ أربعة. من تكون مصاحبتهم سم قاتل؟ أهل البدع. سم قاتل. الثاني مصاحبتهم داء أهل المعاصي. لا داء ولا دواء هذا الذي لا فيه لا يأمرك بالمعروف ولا ينهاك عن المنكر. نعم. الرابع أناس مصاحبتهم دواء. طلاب العلم. طلاب العلم طلاب العلم. مو طلاب العلم طلاب العلم. انتبه. أي نعم. طيب اجلس. نعم. الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب. لكن هذه المسألة يعني تحتاج زيادة بسط في الإيثار والمستحبات. يعني الآن هذا الأخ حارس على الصف الأول وجاء فلان من الناس، هل يرجع؟ لا، إلا على ما يذكر بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يذكر ما حدث من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها والله عمر رضي الله عنه في مرض الموت قال إن أنا مت فخذوني واستأذنوا من أم المؤمنين عائشة، إن أذنت فادفنوني وإن لم تأذن، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام كفر رضي الله عنه، وإن لم تأذن فادفنوني مع المسلمين، أي في البقيع. فعندما مات عمر وجهز وبعد أن صلي عليه استأذن من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت والله ما كنت لأوثر على هذا أحد إلا عمر رضي الله عنه. كانت تعرف ويعرف كل الصحابة رضي الله عليهم منزلة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا يحتج به ابن القيم على الإيثار بماذا؟ مستحبات تدفن مع زوجة مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها، لكن آثرت على هذا مع أنه مستحب، آثرت على هذا من؟ عمر رضي الله عنه، تعرف قدر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أو بكر وعمر. مفهوم آخر. يعني هذا يذكر ابن القيم أن صح الإيثار والمستحبات واستدل بها وهي عمل الصحابة رضي الله عنهم. مفهوم؟ نعم. طيب نعم. نعم. الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. دعاء الكفار. طيب. سبحان الله، من قال؟ بالبداية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
اجلس انت حلالي. غير هذا بر الوالدين. بر الوالدين، بر الوالدين كيف يكون؟ بالاحسان الي الاحسان وطاعتهم. تعرف هلا كاد المريض ان يقول اخذوني. اوقف. نعم ايامك المريض. لا لا ماذا كان بينهم؟ هذا اول شيء قال الصدق. لا يفهم كلمه اذا بعد الدرس اشرح له. طيب طيب اسمع خليهم. نعم بالاحسان اليهم. كيف الاحسان؟ يظهر فيهن العرف. فكل ما عده العرف بر وصله فهو بر وصله ما لم يخالف الشرع. يعني هذا الاخ يعيش في بلدة كذا، صحيح؟ بعيد عن والديه. فكيف يكون البر؟ بما جرت عليه العاده، قال لابد ان يتصل بكل عيد. ولابد انه اذا نزل ياتي بالهدايا. فاذا لم ياتي بالهدية هذا دليل انا نقض البر في العرف. ما لم يعصي. نعم يكون معصي. مفهوم؟ طيب وكذلك صلة الارحام. يعني الان وهو في بلادي ما يستطيع ان يتصل على كل الاخوه ولا على خالتي. يعني يكلف هذا كثير. حتى هي خالته مثلا لو اتصل عليها في كل اسبوع تقول يا والدي تعبتنا. لماذا تتصل كل اسبوع؟ يعني عشان ارتاح قليل. لكن يعرف ان هناك خاله تحب ان يتصل عليها في كل شهر مثلا فهو يتصل عليها. ويتصل على والدتي مثلا ويقول لها ابلغي تحياتي واشواقي الى العائله الكريمه. فهي تكلم الاهل والخالات والعمات تقول والله فلان يسلم عليكم. يقول والله هذا واصل صح؟ اي نعم. نعم. عيادة المريض. يقول ايش؟ عيادة المريض يعني يعود ويكرر عليه الزيارة. مفهوم؟ عيادة. ولذلك قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد يأتينا كل عام. عيادة المريض تكرر عليه الزيارة. اصبر. طيب وقال زيارة القبور. زور القبور. فلنتذكركم الآخر. عيادة المريض تعود تعود عليه الزيارة. متى تزور المريض؟ في أي وقت؟ في منتصف الليل؟ لا، في وقت الزيارة. تطيل البقاء عنده؟ لا، إلا إذا أحب. بماذا تتحدث عند المريض؟ نعم تقول لا بأس طهو جزاك الله خير. يعني بماذا تتحدث؟ تتحدث عن الموت؟ عن قنوط من رحمة الله؟ هذا يعني تأتي للمريض ترى تعبان وكذا تقول له يأتيني إن شاء الله كتاب التحية. طيب فتح الله عليك تذكره. بماذا تذكره؟ تذكره بأنه يحتسب الأجر، يتفاعل، يحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. هذا بيأتي بإذن الله. فتح الله عليك لا تتكلم. نعم حسن العهد. نعم حسن العهد. حسن العهد مع من؟ مع الناس، مع المسلمين. حسن العهد من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله جزاك الله خير. نعم يعني يكون حسن العشرة سواء مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الناس. التفاؤل. التفاؤل وهذا يأتينا بإذن الله في كتاب التوحيد. وضد التشاؤم. فتح الله عليك. غيره. نعم. الأناش. الحلم والأنا. قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. الحلم والأنا. الأحنف بن قيس معروف بماذا؟ بالحلم. حلم. يقال إنه قال له رجل قال والله لو تتكلم كلمة أرد عليك بأربعين.
قال والله لو أسمع منك 40 كلمة لم أنطق بكلمة واحدة. نعم. طيب فتح الله عليك. غير. نعم. الرحمة لجميع المخلوقات. نعم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم. نعم. الإخلاص في العمل. إخلاص، ذكرنا أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، أن شرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص، ولهذا ندرس التوحيد، والمتابعة لهذا ندرس الفقه. أي نعم. وغيره غير هذا مفتهم دورة. نعم. أكل يشرب جالس. نعم. أكل ويشرب جالسا. طيب. نعم. التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى، تعاون على البر والتقوى، لا تعاون على الإثم والعدوان. ومنها التعاون الآن هنا في المذاكرة، هذا ذكرنا لكم. إن هناك من لا يعرف، يعني هذا الأخ مثلا يترجم لهذا الأخ، جزاه الله خير، لكن بعد الدرس تعاون. تعاون في يعني إيصال المعلومة للطلاب أحيانا، قد لا تصل هذه المعلومة فيصلها له بعد الدرس. فتح الله عليك. فكل ما كان فيه يؤدي إلى الأمر بالمعروف فهذا خير وبر. وكل ما كان يؤدي إلى معصية فهو محرم، كل ما يؤدي إلى طاعة فهو طاعة. نعم. الوسائل لأحكام المقاصد بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. الوسائل اترك القاعدة ذيك، قاعدة الكفر اتركها، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا ما يصح قاعدة من قاعدة الكفر. لكن ما قلنا الوسائل لأحكام المقاصد بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة. المشي إلى الحج يؤجر عليه العبد، المشي إلى المساجد، بل حتى الرجوع يؤجر عليه. متممات هذه، لأن عندنا وسائل ومقاصد ومتممات، ثلاثة أشياء: وسائل، مقاصد، وسيلة المشي للمساجد، المقصد الصلاة في المسجد، المتمم الرجوع إلى بيته يؤجر عليه. نعم. وكذلك المشي المحرم وسائل ومقاصد ومتممات، مفهوم؟ طيب فتح الله عليك. كم بقى على الأذان؟ كم بقى على الأذان؟ ساعة وربع. الحمد لله. في إشكال في الاختبارات في الدرس سواء أصول الثلاثة أو القواعد أو الدروس؟ هل هناك إشكال في الأسئلة في شيء؟ لا شيء. نعم. عورة المرأة وجهها أن عبر الغلو الوجه قد امتلأ. أنا قلت عورة المرأة يعني في الصلاة. في الصلاة. نعم. اليدين. قلنا إلا وجهها. نعم. إن انكشف شيء من الكفين أو شيء من باطن القدمين أو ظاهر القدمين يقول شيخ الإسلام لا إشكال. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن صلت المرأة في ثوب سابق، في ثوب سابق يعني مثل الفستان هذا اللي تلبسه وغطت رأسها فصلاتها صحيحة، لأن هذا يقول عمل الصحابيات رضي الله عنهم. مفهوم؟ إن انكشف الكفين أو باطن القدمين أو الرجلين يقول الصلاة صحيحة. كفته شيخ الإسلام. نعم. غيره. نعم. شيخ أول الأنبياء نوح أم آدم؟ أول الأنبياء آدم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم، وآدم أبو البشر، قال نبي مكلم. وأول الرسل نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. في حديث الشفاعة الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول آدم عليه السلام في حديث الطويل حديث الشفاعة يقول اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول. مفهوم؟ نعم. غير. نعم.
صلاة المميز هل هي نافلة أم فرض؟ نعم؟ هل هي نافلة أم فرض؟ كيف نافلة أم فرض؟ يعني تقع منه نافلة ولا فرض؟ يعني مفروض هي لا تجب عليه الصلاة لكن يؤمر بها. عندنا في صلاة الصغير أمرين، أمر للولي وأمر للصغير. الولي يجب عليه أن يأمر ابن 7 سنين بالصلاة، هذا توجيه لمن؟ لأولياء الأمور. الثاني توجيه للصغار أن يصلوا، تعودهم على الطاعات وتنهاهم عن المحرمات حتى اعتادوا العمل غيره. نعم بالنسبة للسفر بالركوب على الدابة الصلاة نعم. تكون في الجهة التي تمشي فيها الدابة تمشي فيها الدابة بس ذكرت يا شيخ أنه عند المشي وعندما تكون في غير الجهة يجوز لك أن تصلي في غير جهة عندما نعم. تكون تمشي نعم شيخ لماذا لا يصلي وهو يقف ويصلي بما أنه يمشي نافلة ولا فريضة نافلة النافلة يصلي حيث توجهت بالدابة وحيث يمشي وحيث توجهت بالقطار والطائر وما إلى ذلك هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأننا عبد يعني الآن شفان مش مش الأقدم يعطيك السؤال أنت الآن ركبت في السيارة من هنا أنت من أهل سوريا صح؟ أنت هنا مسافر مجرد ما ركبت السيارة قلت الله أكبر وأخذت صلاة الآن مع هذا الجبل تنزل ويمين ويسار صحيح؟ هذه كلها قبلة لك في النافلة أما في الفريضة لابد أن توقف السيارة تستقبل القبلة وتقوم وتصلي إلا عند الضرورة عند الضرورة مثال الآن وانت ماشي في الطريق دخل وقت صلاة الفجر وينزل المطر الغيث ثلج برد شديد ما تستطيع النزول ولا تستطيع القيام في السيارة أصلا وتخشى خروج الوقت ماذا تصنع؟ تصلي في السيارة وأنت جالس تستقبل القبلة ولا بد كيف؟ توجه السيارة للقبلة وتصلي وأنت جالس ما استطعت أن توجه السيارة للقبلة لأنك راكب في قطار لا في سيارة ما تستطيع توجه القطار تستطيع أن تقوم وتستقبل لا بد أن تستقبل كل ما تقدر عليه لا بد من أتيان به والذي لا تقدر عليه سقط عنك لا يكلم الله نفسه إلا وسع حتى وأن تمشي برجلك تصلي النافلة حيث كان المشي أنت تمشي في هذا الاتجاه مسافر وهذه القبلة صحيح في تمشي في هذا الاتجاه تصلي في هذا الاتجاه النافلة يصح ولا إشكال من الذي أوجب علينا استقبال القبلة الله سبحانه وتعالى وبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع لنا أن نصلي النافلة فيها حيث توجهنا مفهوم؟ نعم نعم تبرع يا شيخ في الأسئلة في قرار مكتوب فيه الإيمان بالله نعم يعني الإيمان بالله تكتب كل ما تعرف عن هذه الكلمة الإيمان بالله تضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته الإيمان بوجود الله ودل على وجود الله على العقل والحس والفطرة والشر كل ما تعرف عن هذه الكلمة تكتب مفهوم؟ إذا هناك الفرق صغير تكمل خلفها في ورقة خارجية كذا طيب؟ نعم نعم هل لوافي القضاء؟ هل تقضى النوافل؟ نعم يعني نام مثلا واستيقظ على إقامة صلاة الفجر هل يقضي؟ يقضي نعم الوتر يقضى؟ نعم يقضى لكن يقضى الوتر شفعا يعني من عادة هذا الأخ أن يصلي 3 ركعات الوتر ونام على الوتر بغير قصد لكن إذا تعمد ما يقضي مثل الفرائض بالفرائض يعني هذا الباب أولى النوافل فنام واستيقظ على أذان الفجر وقام وصلى راتبة الفجر وصلى الفجر بعد الإشراق يقضي كان يصلي كم من عادته 3 ركعات يقضيها 4 ركعات مفهوم؟ كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى مفهوم؟ نعم تعارض تحصيل الأركان شروط الصلاة مثلا القيام مع استقبال القبلة أيهما يقدم وما هو الضبط في هذا مثلا إنسان إذا جلس على الكراسي في الباص يستطيع أن يستقبل القبلة ولكن إذا وقف بالفراغات التي بين
الكراسي أو غير ذلك لا يستطيع أن يستقبل القبلة. وهنا تعارض عندنا القيام مع استقبال القبلة. والله ما أدري، بس أنا أظن أنه يستطيع أن يقوم واستقبل القبلة حتى عند الكرسي. صحيح، أنا أعرف في الطائرة وفي القطار وفي الباص يستطيع أن يقوم ومستقبل القبلة، ما يلزم أن يكون في هذا في جلسة الكرسي، حتى لو أنه يستدل. الله أعلم أنه يقدر، اللي يقدر عليه يأتي به، والله أعلم، ما أدري. نعم، حكم الصلاة في الطائرة، الصلاة إيش؟ فرض. الآن قلنا يا أخي أنه يصلي ولا أشكال، الصلاة في الطائرة لا أشكال فيها. إذا كان لا يقدر على استقبال القبلة، يعني لا يعرف القبلة أو كذا، يؤخر إذا كانت هذه الصلاة تجمع جمع تأخير، وإذا كان لا يجمع أخشى خروج الوقت يصلي على حاله. نعم، يصلي في الطائرة، في القطار، في السيارة، في شيخنا ذكرت بارك الله فيك في شروط الوضوء استصحاب حكم النية. نعم، يعني هذا الشرط لماذا فقط في الوضوء ولم يوجد في شروط؟ لا لا، هو حتى في الصلاة. الآن لو في الصلاة في الركعة الثانية قطع النية وقال أنا ما أكمل الصلاة، انقطع. أي نعم، حتى في الوضوء وفي الصلاة. نعم، نعم. اللي ذكرتم أن العورة المغلظة للمرأة الحرة البالغة. نعم، المرأة غير حرة بالغة عورتها متوسط. متوسط. لا تتكلم عن النظر إليها. صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. نعم. شيخ بارك الله فيك، بس الشيء الذي ذكره الأخ ممكن يرد في إذا بقي وقت قليل للصلاة وعلى شخص جنابة، خشوع جنابة، إذا اغتسل خرج وقت الصلاة. يقول الآن عليه غسل جنابة وأقيمت الصلاة، لو اشتغل بالاغتسال فاتته الجماعة، فاتته الجماعة، هل له أن يتيمم ويدرك الجماعة؟ أو إذا اغتسل قد يخرج الوقت، فهل له أن يتيمم في هذه الحالة؟ لا، لأنه مشتغل بماذا؟ بشرط الصلاة. حتى لو خرج الوقت هذا لا شيء عليه، معذور. مفهوم؟ نعم، يغتسل. والله أعلم، هذا الذي يفتح بها الشيخ بن عثيمين رحمه الله. إلا إذا كان مفرط، على إذا مفرط أمر آخر. نعم، لا يبقى شيء. طيب، يبقى معنا في الدروس المهمة سجود السهو. سجود السهو، يعني سجود سببه السهو، يسهو الإنسان، يسهو. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. لو تعمد الزيادة في الصلاة باطل، تعمد النقص في الصلاة باطل، لكن باطلة النقص يكون في الأركان والواجبات. أما السنن إذا تعمد ترك سنة الصلاة صحيح، مع أنه خلاف الأول. طيب، إذا عندنا أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك، ثلاثة. نتكلم عن الزيادة أول. هذا الأخ يصلي، قام في صلاة الظهر إلى الخامسة، إذا تعمد هذه الزيادة قيام الخامسة في الصلاة، لا، اللي يعرف يرفع اسمه، قام إلى الخامسة، قام إلى الخامسة في الظهر، تعمد القيام الخامسة. نعم، ولد باطلة. سبحان الله، في الخامسة يا أخي يقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد، باطلة إيش؟ هل يحاقب الله على الصلاة؟ تقول باطلة؟
هاي زيادة يا شيخ. زيادة خير. بلا حسن يا شيخ. هل يعاقب الله على الصلاة؟ يعاقب إذا زاد في الصلاة. يعاقب الله على الصلاة؟ إذا زاد في الصلاة مو الصلاة. يزيد خامسة ويزيد سادسة، ما الإشكال؟ أيوة هدي محمد. نعم، يعاقب الله على مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، باطلة صلاته ولا شك في بطلانه. أجلس فتح الله عنك. طيب، إذا تعمد فالصلاة باطلة. وإذا كان ساهي، قام إلى الخامسة. متى تيقن أنه في الخامسة ماذا يصنع؟ ولا يزيد شيء. لو زاد شيء فالصلاة يعني قال الحمد لله رب العالمين ثم تيقن أنه في الخامسة. لو قال الرحمن الرحيم بطلت الصلاة، لأنه أنا الآن هنا تعمد الزيادة. مجرد ما تيقن أنه زاد ماذا يصنع؟ يرجع يجلس مباشرة. فإذا كان تشهد من قبل يسلم، وإن لم يتشهد يتشهد ويسلم ويسجد للسهو. هذه في ماذا؟ في الزيادة. طيب الثاني النقص. سلم الشيخ سلم سجود السهو. الثاني النقص. النقص ننظر نقص للأركان أو نقص للواجبات أو نقص للسنة. يعني ترى واجب أو ركن أو سنة من سنن الصلاة، وهذا في ثمرة معرفة الأركان وواجبات السنة. فإذا ترك ركن من أركان الصلاة فالصلاة باطلة بكل حال من الأحوال، حتى يأتي بهذا الركن جاهل ناسي عامد. لا فرق في ترك الركن بين الجاهل والعامد والناس. مثال: هذا الأخ ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، قراءة الفاتحة ركن فصلاته باطل. قال جاهل باطل، ناسي باطل، متعمد باطل. ما بأولى، مفهوم؟ حتى يأتي بهذا الركن. إذا ترك الأركان مبطل للصلاة كل حال من الأحوال. طيب إلا الذي لا يقدر عليه عاد هذا أمر آخر. أما ترك الواجب، ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة، جهل ونسيان فالصلاة صحيح. مثال: قام عن التشهد الأول، لماذا؟ متعمد، تعمد ترك التشهد الأول فصلاته باطلة. قام ناسي فصلاته صحيحة. جاهل وجوب التشهد الأول فالصلاة صحيحة. أما السنة يصح فيها ولا تبطل الصلاة، سواء جاهل أو ناسي أو عامل، لكن خلاف الأولى ولا شك. طيب ترك الركن قلنا مبطل للصلاة بأي حال من الأحوال، جاهل أو ناسي أو عامل، فماذا يصنع؟ نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكره في الركعة الثالثة، ماذا يصنع؟ يقلب الثالثة يجعلها أولى. كل شيء فعله بعد ترك الركن لاغي، كأن لم يصنع شيء، كأنه لم يصل إلى الثانية ولا الثالثة، يرجع إلى هذا الموضع وهو الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة، يكمل الأولى ثم يأتي بالثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. مفهوم؟ كل شيء حصل بعد ترك الركن لاغي، لأنه وقع في غير موضعه. مفهوم؟ طيب هذا بالنسبة للنقص. يبقى معنا الشك. الشك هذا نسأل الله السلام العافية. الشك عندنا في كل العبادات، في الوضوء وفي الصلاة وفي الطواف وفي كل شيء. الشك ينقسم إلى قسمين، هذا مهم جدا. تبي يا أخي ارفع راسك، أنت راقب اللي عندك هناك، ها يا شيخ نذير، اللي يتكلم ينام يتكئ يخرج الجوال. انتبه، جزاك الله خير. أنا والله ما أراهم، خاصة أنا
خبائث الزوائد. انتبه. إذا عندنا الشك، الشك في كل العبادات ينقسم إلى قسمين. أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا نلتفت إليه إطلاقاً. أن يكون الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، فهذا لا نلتفت إليه إطلاقاً ولو كان الشك 99%. يعني هذا الأخ توضأ وعندما جاء للمسجد قال والله ما أتذكر هل مسحت رأسي أم لا، وأخذ ينظر في رأسه يمسح في ماء ما في ماء كذا، انتهت العبادة أم لا؟ لو رجع وتوضأ مرة أخرى آثم، لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان الشك 99%. هذا الأخ صلى الآن معنا ولله الحمد صلاة العصر، قال والله أنا أشك هل قرأت الفاتحة في الثالثة، 99% أني لم أقرأ الفاتحة في الثالثة، انتهت الصلاة ما يرجع ولو كان هذا الشك كثير. طاف 7 أشواط بالبيت وعندما صلى ركعتين وأراد الخروج إلى الصفا من الصفا والمروة من شعائر الله قال والله أشك إنها 76. ماذا يصنع؟ ما يرجع، لو رجع آثم. الله أكبر، كبر. وجاء لي الشيطان قال أنت متوضي؟ قال والله ما أتذكر. قال طيب نراجع؟ قال نراجع. صلينا العصر؟ قال نعم. وبعد العصر؟ قال بقينا في الدرس. نعست؟ قال لا. طيب بعد هذا؟ قال والله أذن المغرب. ويجلس معه ثم بعد هذا يشك أنه غير متوضي. هو عندما قال الله أكبر، عندما كبر، كبر على ماذا؟ على يقين أنه متوضي. لو خرج آثم. بعض الناس يقول أريد أن أدفع الشك، مو صحيحة لأنه ما حدث، يعني هذا يفتح باب الوسواس على الإنسان. وهذا رجل يعني موسوس، نسأل الله السلامة عليه، موسوس وسواس شديد، وبعضهم يصل إلى المرض، يعني يذهب إلى الطبيب وأخذ دواء من شدة الوسواس. ففي آخر الليل هذا الموسوس أيقظ زوجته من النوم، قال لها قومي. قالت ماذا حدث؟ ماذا تريد؟ قال اسمع، والله أنا أشك والشك عندي قوي جدا أني طلقتها. قالت لا 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 لا، ما بقي إلا هذا، يعني تشك في كل شيء إلا هذا. قال لا، أنا والله أريد أن أدفع الشك باليقين، فأنت طالق. يقول العلماء رحمهم الله أنه طلق هذا ما يقع. جاء رجل لابن عقيل، ابن عقيل إمام، قال يا إمام إني أنغمس في اليم، يعني يدخل ولا يبقى منه شيء، داخل البحر داخل النهر لا يرى منه شيء، أني أنغمس في اليم وأخرج وأظن وأرى أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء، فماذا علي؟ قال له ابن عقيل رحمه الله أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا يصلي. قال ولم تسقط عني الصلاة؟ لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3 وأنت أحدهم، مجنون. فأي واحد لديه وسواس خيره بين أن يترك العبادة ويصبح مجنون وبين أن يترك الوسواس، يختار الأول والثاني. الثاني ولا شك يختار الجنون، فهذا خير، قال إما أن تترك الوسواس أو تترك الصلاة لأنك مجنون، تنغمس في اليم وبعد هذا تقول أرى أنه بقي مني شيء لم يصبه الماء. وأنت تسمع هذا أحيانا بعض الناس عافانا الله إياكم، يعني قبل أن يكبر الله أكبر، يعني يريد النية، يقول مع تكبيرة الإحرام. أي نية هذه مع تكبيرة الإحرام؟
ما أدري. يعيد الفاتحة 20 مرة أحيانا. أي صحيح. يخرج ويدخل. وسواس في الطهارة أيضا. هذا من أبواب التي يفتحها إبليس على الناس. ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا سماه إغاثة اللافات في مصائد الشيطان. من هذا وساوس يعني أكرمه الله في الحمام. البعض يتنحنح يقول إذا تنحنحت يخرج مني شيء. وبعضهم يعصر وبعضهم يمشي وبعضهم يقفز. واحد عندنا عافانا الله والله أخواننا مرض تقام الصلاة وهو يلف في الساحات يلف يقول لابد ربع ساعة ألف يخرج شيء ثم أرجع. وبعضهم قال لي يعني قال ينزل شيء يا أخي ينزل شيء. يقول شيخ الإسلام أنه هذا اللي ينزل يعني بعد الاستنجاء أثر غسل الذكر بالماء أنه ينزل هذه النقطة. قال لا أنا وضعت كذا وحللت هذه النقطة وجدتها بول. والله صارت تكون باطلة. شيخ الإسلام يقول يعفى عن يسير النجاسات. نعم فما يصح أن تصنع هذا. والذكر كما ذكر شيخ الإسلام مثله مثل الضرع. نعم الضرع إذا مسسته در وكذلك الذكر. فلا يعني تلتفت إلى هذه الأشياء. هذا من الوسواس كلها مفهوم التنحنح وأن يقفز في الحمام وأن يسير ويمشي هذا كله من الوساوس. وجاءت الشريعة لقطع الوسواس لقطع الوسواس. وقيمة الصلاة وقيمة الصلاة أراد الشيخ أن يتقدم الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله أراد الشيخ أن يتقدم وإذا طالب من الطلاب قال يا شيخ أتوضأ. يخاف من من؟ هذا الطالب يخاف من من؟ من الله لكن مؤدب. استأذن من أستاذ من أستاذ من الشيخ قال الشيخ أتوضأ. ذهب وتوضأ ورجع فقال له الشيخ تقي الدين الهلالي قال ما شاء الله عبد الرحمن وضوء السلف. إيش معنى؟ من يعرف؟ بسرعة توضأ ما عنده وسواس. وسواس ما السلف ما عنده الوساوس مفهوم؟ ويفتح عليه باب الوسواس حتى يعني يوقع في كذا مفهوم؟ إذن القسم الأول من الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان الشك 99.9. طيب الثاني أن يكون الشك في وسط العبادة أن يكون الشك في وسط العبادة داخل العبادة. فهذا ننظر فيه كثير الوساوس لا يلتفت أيضا. يعني بعض الناس هدانا الله إياكم عفانا الله إياكم دائما عندما يصلي ركعتين يسجد للسهو دائما لأنه يرى أنه سجد السجدة أو سجدتين في الركعة الثانية دائما مضطردة قاعدة مضطردة عنده دائما يسجد للسهو. فهذا لا يسجد للسهو لأنه موسوس مفهوم؟ نعم. والآن وضعوا يعني المعدات الحديثة لعل بعض الأجهزة عندكم سجادة تحسب لك السجدات تحسب لك أنت في الأولى أو في الثانية أو في السجدة وكذا. نعم هذا الموسوسين ما تصلح يا أخوان هذا. طيب لا أعلم. طيب هذا كثير الوساوس لا يلتفت إليه قليل الشكوك. ماذا يصنع؟ يبني على الأقل أو على الأكثر لا يبني على ما ترجح رديه. صلى الظهر وشك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات يقول ماذا ترجح؟ يقول ترجح لدي أنها أربع نقول اجعلها أربع وسجد للسهو. قال ترجح لدي أنها ثلاث ركعات نقول اجعلها ثلاثة وصلي الرابع وسجد للسهو. قال استوى الأمر استوى الماء والخشبة ماذا أصنع؟ نقول الآن تبني على الأقل. إذن ليس دائما البناء على الأقل تنظر ما ترجح لديك ثلاثة تجعلها ثلاثة وتأتي في الرابع وتسجد للسهو أربع ترجحت أكثر من ثلاثة تجعلها أربع وتسجد للسهو. استوى الأمران تبني على الأقل. مرة أخرى الشك ينقسم إلى قسمين داخل وخارج العبادة.
خارج العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وحينئذ الشكوك تكثر. داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، كثير الشكوك لا يلتفت إليه، قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، إلا ما يترجح لديه شيء يبني على النقل. إذا سهى في السهو، إذا سهى في السهو ما نعلم، سهى في السهو الآن سجدة ثم الثانية ثم يسلم، سجد الأولى ثم الثانية ثم أراد الجهاد، تذكر ماذا يصنع؟ إذا سهى في السهو فماذا عليه؟ اجتمع بن رشيد، اجتمع الكسائي أبو يوسف، كسائي عالم في النحو، وأبو يوسف رحمه الله عالم في الفقه، فقال كسائي عالم في النحو، قال كل من أتقن علم يستطيع أن يفتي في بقية العلوم. غضب أبو يوسف، هالكلام ما يصح، كيف يصح يدخل في علم النحو يفتي في الفقه؟ يصح؟ ما يصح. غضب أبو يوسف رحمه الله وقال لا، لا يصح. قال كسائي بلى يصح. قال ما تقول في من سهى في السهو؟ قال لا شيء عليه. قال استدل على هذا من أين؟ من النحو. فقال له المصغر لا يصغر، سهى في السهو، مصغر لا يصغر، فلا شيء عليه. من انتصر الآن هنا؟ كسائي. لكن في الحقيقة هو هذا اللي يقوله باطل، ليس بحق، باطل أن يقول أن كل من أتقن علم يصح له أن يفتي في بقية العلم، لا ما يصح، مفهوم؟ نعم. طيب إذا سهى في السهو فلا شيء عليه، مفهوم؟ طيب زيادة مبطل للصلاة عمدا، سهوا متى تيقن يرجع، نقص للأركان الصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن ويسجد للسهو. أما إن كان النقص للواجبات سهوا فالصلاة صحيحة وتجبر بسجود السهو، هذا إذا انتقل من مكان الواجب، وإن لم ينتقل يأتي به. الشك قلنا ينقسم إلى قسمين، قليل كثير. قليل الشكوك قبل بعد الفرغ والانتهاء من العبادة، هذا لا يلتفت إليه، داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، قليل الشكوك كثير الشكوك، كثير الشكوك لا يلتفت، قليل الشكوك يبني على ما ترجح، إنما ترجح يبني على الأقل. وهناك رسالة مختصرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في سجود السهو. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب نبدأ بدراسة كتاب التوحيد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.